مرحبا فيكم مشاهدينا مجددا في آخر فقراتنا لليوم، بنتحدث فيها عن السعادة اللي تعتبر هدف نصب إليه جميعا ولبلوغه. هناك خطوات يجب علينا أن نتبعها وعقبات يجب أن نتجاهلها. اليوم مشاهدينا نتعرف سويا على أسرار الأسرة السعيدة مع الأستاذة عواطف المسجري، مدربة معتمدة في التنمية البشرية. صبحت الله بالخير. صباح النور والسرور أخواني. صبحت الله بالسعادة. الله يصبحك في دولة بخير. السعادة. الله يسلمك. الله يسلمك. في إمارة الشارقة إمارة السعادة. الله يسلمك. يا هلا ومحبا. أشكركم على الاستضافة. حياة الله. شكرلك ونورتينا. الله يسلمك. الله يسلمك. يا رب. خلينا نتكلم بداية أو نعطي نبذة للمشاهدين عن كيف ممكن يعني لوهلة أولى أو في النظرة الأولى نحكم إذا كانت هذه الأسرة سعيدة أو غير سعيدة. كيف نحكم؟ أولاً الأسرة السعيدة ممكن يعني أول شيء نعرف الأسرة. الأسرة عبارة عن مجموعة من الناس ساكنين مع بعض، صلة الدم وصلة قرابة بينهم. قد يكونون عددهم قليل، أسرة نواة، أو عددهم كبير، أسرة ممتدة. قد يكون مكونة من الأب والأم والأبناء، وقد يكون من الأم والأبناء، أو قد يكون هناك الخالة العمة الجد الجدة. هذه الأسرة كيف نحكم عليها أنها أسرة سعيدة؟ أنا كشخص مراقب لا يعني ما دخلت في الأسرة ولا تعرفت عليها من بعيد، أقدر أحكم لو شفت مثلا الأم زارت المدرسة وسألت عن أبنائها، هذه أسرة مهتمة، أسرة سعيدة. إذا شفت الأب أخذ أبنائه ووصلهم للمدرسة وكمل على دوامه، هذه أسرة مهتمة بأسرتها، يعني بسعادة أسرتها، بتنمية أسرتها، بتطوير أسرتها. من بعيد من غير ما أعرف من هؤلاء الناس أقدر أحكم عليهم أنهم أسرة سعيدة. جميل. استاذ نتكلم عن التحديات اللي ممكن تواجه سعادة الأسرة أو حياة الأسرة. التحديات كثيرة. نعم. باختلاف الأسرة تختلف التحديات. تمام. وتعريفنا للسعادة يعني مثلا في أسرة سعادتها في المال، إيش قد تجمع مال أو رصيد، الإجازة الصيفية وين تسافر، الماديات الشكليات، فسعادتها في هالموضوع. فالتحديات مالتها بتكون مختلفة عن آخر. تحدياتها واهتماماتها في السعادة إنه يحصل على أعلى شهادات. مثلا أنا سعادتي آخر السنة يوم عيالي يبون درجات تشرف في الدراسة وينجحون. نعم. ويروحون للمرحلة اللي بعدها. فمثل ما تختلف السعادة بالنسبة لي وبالنسبة لها الأسرة بتختلف التحديات. تمام. جميل. نتكلم عن بعض هاي التحديات. مهتمة بالجانب مثلا المادي. صحيح. الشكليات والأسرة اللي عندها كذا مشكلة. بشكل عام كيف الأسرة تكون سعيدة؟ أنا في رأيي مثل ما الفتاة والشاب يقبلون على الزواج ويوجهونهم توجيه كيف تصنعين أسرة، كيف تحافظين على الأسرة، أيضا يأخذون دورات في كيف تصنعين أسرة سعيدة. كيف يعني يعطونها أمثلة على التحديات اللي بتواجهها، الأمثلة الشائعة أن لازم تستوعبين، لازم تصبرين، لازم هو بعد يستوعب، لازم. فبالطريقة هاي يعني نقدم للمجتمع أسر مبتدئة ولكن تفهم يعني معنى الأسرة السعيدة. صحيح. وليس فقط الأسرة. جميل، حبيت هذه النقطة جدا. مفهوم الأسرة السعيدة. لكن يمكن أنا من الأشخاص المؤيدين لهذه النقطة، نقطة الرضا الداخلي والسعادة الداخلية، هل هي فعلا؟ أنا بالنسبة لي أكيد. صحيح، لكن من وجهة نظرك أنت كمدربة تنمية بشرية، هل السعادة الداخلية والرضا الداخلي ممكن ينعكس على الأسرة وتبينها أسرة سعيدة؟ القناعة كنز من السعادة. يعني أنا أقنع بالرزق اللي رزقني الله إياه. يعني الأشياء اللي عندي أحمد الله وأشكر عليها. صحيح. ما أطالع غيري وأستمتع بالأمور اللي عندي. الحمد لله أنا مثلا سعادتي في أبنائي، أستمتع بهالشيء. في غيري ما عنده أبناء. أنا عندي مثلا غيري عنده أمور يستمتع فيها. نعم. ما عنده اللي عندي أنا. صحيح. فدائما أستمتع في اللحظة نفسها، ما أقول لا بكرة بستمتع، بكرة بكون سعيدة، اليوم ما عليه بكون حزينة، لا. وبعدين الإنسان يبدأ بنفسه، أنا كأم، أنا كأب، أنا كابن، إذا بدأت السعادة من داخلي بتأثر على اللي حواليني. صحيح. اللي عايشين معي في نفس البيت. هي بتأثر عليهم من جميع النواحي، من ناحية الكلام، من ناحية الاهتمام، من ناحية الحب.
يوم يكون إنسان سعيد صحيح يعني ينبان على وجهه، على صوته، على تصرفاته مع الآخرين، سواء كان في الأسرة أو في العمل أو في المجتمع. نعم. دائما يقولون الابتسامة هي أسرع مرض إيجابي معدي، يعني صحيح. فلا بد أن الإنسان تنبع هذه السعادة من داخله بحمده وشكره على مواهبه الله. يوم الناس تتمنى الصحة ويتمنى فعلا يعني لما نروح المستشفيات نشوف ناس مرضى أقول اللهم لك الحمد لك الحمد. نعم. يعني من أصبح وهو آمن في سربه، معافى في بدنه، عند قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بما فيها. سبحان الله. يعني أشياء أساسية في ديننا. صحيح. اليوم يعني مثل ما تكلمت أن الوالدين الأم والأب أو الأب والأم هم ربان سفينة الأسرة، فلا بد وحتى إن كانوا يعني في بعض المشاكل داخليا عندهم، لابد انهم ما يعني هذا الامر لا يؤثر على يعني قيادتهم لمسيره هذه الاسره، وان صلحت الاسره واصبحت سعيده في المجتمع اكيد راح يكون سعيد، بسبب ان هذا شيء منتشر يعني. واليوم كذلك جهود دولتنا وقيادتنا الرشيده ان صارت السعاده هي مبدا في الحياه ومطلب اساسي وركيزه من ركائز المجتمع اليوم. عندنا سعاده، دوله سعاده، كل الدوائر المحليه محطات سعاده، وزيره سعاده، فلا بد ان نحن نكون سعيدين في حياتنا. والكثير من الناس يعني اللهم لك الحمد ينظرون لهذه السعاده على ارض الواقع في دولتنا. امين يا رب. استاذ نتكلم عن يعني اليوم متطلبات الحياه صارت صعبه نوعا ما في ظل كذلك التطور السريع اللي قاعد تشهده كل دول العالم، كيف ممكن ان نحن رغم الظروف اللي ممكن تؤثر في حياتنا، ونحن اليوم يعني ما ننكر الجانب المادي اليوم، يعني لابد ان الانسان يجاري الحياه بتطوراتها، تقنيات اليوم تتسارع، فكيف ممكن كأم وأب انهم يعني يجارون الحياه وكذلك يبثون السعاده في قلوب ابنائهم؟ أنا بخبرك على بالنسبة لي لأسرتي. نعم. مثال يعني بعطيك مثال، مثلا نحن تعرف الحين الشباب يبون كل حديث في التكنولوجيا. نعم. آيباد وتلفونات جديدة، وتلفون مضى عليه 6 شهور يبون تلفون جديد وبهالكلام، والشباب اللي أكبر يبون سيارات، وهو بعد ما طلع الليسن. فلا أنا يعني مفروض كأم كأب عود أبنائي أفهمهم إن على يعني على قدر استطاعتنا نحن نستطيع ان يعني كم يعني مستوانا المادي ايش قد، فانا بوفر له هالشيء، اعوده من هو صغير، ما اعوده من هو صغير انه كل شيء بتوفر له على اساس انه يكون سعيد باللي عنده. صحيح. ما يعني ما اخدع يعني مثلا كل شيء طلع الحين ما شاء الله انت شايف يعني، فاذا بنجاري ما تستطيع كل الاسر تجاري. صحيح. الموجود خطأ هذا، اسر اماراتيه او مقيمه او عربيه يعني ما لا تستطيع. في بعض الاسر تاخذ سلف، تستلف من البنك، تتدين، بس عشان ما أقول لا لابني، ما أقول لا لبنتي، عشان ما يحزنون، ما يزعلون مني. بس بعدين الطفل يمكن هاي النقطة مهمة، لما إحنا نوفر للطفل كل شيء، يعني نقول بمعنى الكماليات، لما نوفر له كل شيء لما يطلع للحياة بيشوف إن الحياة ما بتعطيه كل شيء. بالضبط. فلما إحنا نعوده على القناعة أو نعلمه إنه حسب الإمكانيات، أو حتى أحياناً في أسر إمكانياتهم تكون عالية جداً لكن يبون يأهلون الطفل للحياة، يبونه لما يطلع الحياة ما ينصدم، نحن أمك وبوك بنعطيك كل شيء لكن الحياة ما بتعطيك، فيدربون الطفل أو يأهلونه لهذه المرحلة في الحياة. أنا كان عندي وحدة طلعت معها طلعة فتقول لي بناتها صغار يعني ابتدائي شنط ماركات، تكرمون جواتي ماركاتي يعني. طيب اوكي البنت هاي بتكبر وبتتزوج، هل الزوج بيقدر يوفر لها الماركات؟ ما بتتحمل هي لان خلاص تعودت. فبالطريقه هاي لا اعود يعني اطفالي وابنائي بالشيء بكره ما بيقدروا يوفرونه حق عمارهم، او بكره زوجها ما بيوفر لها اياه، او هي ما بتوفر حق عمرها. نعم. اصلا حتى استاذه يعني طفل عمره 4-5 سنوات ليش نحن نزرع في هذه الافكار؟ والله بلبسه ماركه الفلانيه وشنطه بقيمتها 5-6 آلاف وهي صغيره عمرها 4 سنوات، ليش يعني بس عشان الناس والله تشوف والله بنتي لابسه شيء؟ بالضبط عشان الناس. ليش يعني افتح عين الطفل على هذه الامور؟ اليوم الطفل اذا حاجيات العيد طفل صغير يكلف 5-6 آلاف، باكر يوم بيكبر يعني كم راح 20,000 يعني بعد رب الاسره كم يعني كم بيلحق على مصاريف الحياه؟ صحيح. اليوم كل شيء يعني يتطلب المبالغ الكبيره، فلا بد ان نحن بعد يعني نكون واقعيين اكثر يعني. بالضبط. ليش نعلم الاطفال وهم في السن؟ بالعكس المفروض نعلمهم التوفير، نعلمهم انه يعني نحن ما نعرف شو بيصير بكره،
نعيش ونسعد ونصرف وننفق، ولكن بعد باعتدال. يمكن استاذ عواطف النقطة أنت ركزتي عليها، ويمكن من قبلك الاستشاريين التربويين ومدربين التنمية البشرية، أن الأم والأب هم خير مثال وقدوة لأبنائهم. فالتصرف سواء كان، احنا نرجع لموضوعنا الأساسي السعادة، التصرف الأب أو تعامل الأم والأب بشكل سعيد مو بتمثيل، لكن السعادة الحقيقية نابعة من الداخل يأثر على الأطفال وعلى سلوكهم أيضا. صحيح. يعني إذا الأبناء شافوا الأم والأب سعداء ويتعاملون مع بعض باحترام بتفاهم، الأم تقوم بدورها كأم من ناحية الإشراف على البيت، إشراف على الخدم، الأب أيضا ينفق يهتم بالأبناء، مو بس يعني يجلس مع الأبناء يشوفهم يكلمهم يصادقهم إذا دخلوا سن المراهقة، هذا يبث روح السعادة في الأسرة، يبث روح الاستقرار الأمان في الأسرة. صحيح. جميل، يعطيك العافية أستاذة عواطف، نحن شاكرين لك على هذه المعلومات. بالشرف. الله يجعل السعادة إن شاء الله دائما في حياتنا جميعا، ويحفظ إن شاء الله أسرنا جميعا. كل الشكر والتقدير للأستاذة عواطف المجدري، مدربة معتمدة في التنمية البشرية، على هذه المعلومات القيمة والمفيدة.